صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فما أدري أهني أم أعزي علي المرتضى بابن الشهيد علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود وصير كربلاء بدرا وأحدا ونادى يا حروب الجد عودي وقاتل بكرهم كقتال عمرٍ وغادر جسمه نهب الحديد وطورا يا علي به أعزي وتبكي العين للعقد فريدي شباب ما لقى عرسا ولكن كل سنة نحن ضمن هذه الأبيات نذكر شهداء وحماة الصلاة
وطورا يا علي به أعزي وتبكي العين للعقد الفريد شباب ما لقى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الوصل عودي رجوتك يا علي تعيش بعدي رجوتك يا علي تعيش بعدي وتوسد جثتي رسم الحود وقف على ذلك الجثمان المبضع ينظر إلى ولده مقطعا بالسيوف إربا إربا من قطع وصالك بسيفة يا علي بعدك على الدنيا العفا فرقاك شيب أكبر يا نور العين يا معفر شيبتني يا ابني يخليت القلب ما فطور من عمك العباس ظهري يا علي مكسور أكبر يا نور العين يا معفر يا ابني شقول لعمتك لو سيلت عن وليلة الحزينة وليلة الحزينة ترتجي ما أيست منك ما أيست منك أكبر يا نور العين يا معفر ما اقدر اقول لهم علي مطروح بالرمض العدوان جسم مقطعينه
ومرض ضل عضايا أكبر يا نور العين يا معف أعيد عليك ها ما أقدر أقول لهم علي مطرح بالرمض العدوان جسم مقطعين هو مرض ظل أعضه أكبر يا نور العين يا شال المدلل والدمع يجري على خدوده أعانك الله يا أبا عبد الله شال المدلل والدمع يجري على خدوده ويصيح رحت يا رجالي ولا لكم عادة أكبر يا نور العين يا معفر جاب جاب ومدد ما بين خوت وقعد عدهم يا ويلي وهم موت بس ما سمع عن النسوان صوت اجت ليلة تصيح الله يا 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 هو أكبر لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوله جل وعلا في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الرسول الكريم صلوا عليه وآله واذكروا القائم من آل محمد وتقدم
انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عما عنوناه بمفهوم التربية الإلكترونية، وذلك ضمن ثلاثة محاور. في المحور الأول نسلط الضوء على هذا المفهوم، وفي المحور الثاني نتكلم عن فنون إدارة الفضاء الإلكتروني والتربية الإلكترونية، وفي المحور الثالث نتكلم عن طرق توظيف الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص. نبدأ بالمحور الأول، وفيه نتحدث عن جانبين. الجانب الأول توضيح مفهوم التربية، هذا المفهوم الذي يتكرر كثيراً، وفي الجانب الثاني نوضح تاريخ ظهور الفضاء الإلكتروني. نبدأ بالجانب الأول. يذكر علماء التربية منذ قديم التأريخ تعاريف إجرائية لمفهوم التربية. يعني مثلا أفلاطون يقول بأن المقصود من التربية هي إضفاء كل كمال أو كل كمال وجمال على النفس والجسد، يعني كل ما من شأنه أن يكمل الجسد أو النفس أو يجمل الجسد أو النفس فهو يدخل ضمن التربية. رفاعة الطهطاوي 1873 في بعض كلماته يقول: المقصود من التربية أن تزرع في الطفل القيم العليا التي تجعله منتمياً إلى المجتمع الفاضل، يعني يطمح أن يصل الإنسان بابنه إلى مرحلة المجتمع الإفلاطوني الفاضل. من المتأخرين دكتور إسماعيل القباني، كاتب مصري له كتاب اسمه التربية والنشاط 1963، يقول: المقصود من التربية أن تجعل طفلك قادراً على تحقيق ذاته وإبراز كوامن قابلياته ومهاراته. إذا ننتقل إلى الضفة الأخرى، فلسفة الغربية، المربون الغربيون كيف يعرفون التربية؟ عندنا عالم الاجتماع المعروف سبنسر يقول: التربية هي أن يحيا الطفل حياة كاملة، فكأنما يفترض أن الطفل إذا لم يحقق كامل إمكانياته التربوية فأنت قد حرمت ابنك من أن يحيا حياته الكاملة. إذن التربية تعني أن نفسح المجال لهذا الطفل بحيث يحيا الحياة كاملة من خلال التربية الصالحة التي تبرز كوامن إبداعاته وملكاته. جون ديوي صاحب الفلسفة البراغماتية يقول أيضا في تعريف التربية: المقصود من التربية توفير الظروف التي تعين الطفل على إبراز كوامنه وإبداعاته وكفاءاته. وأهم تعريف، وهو الذي نختم به هذه السلسلة من التعاريف، ما تذكره بعض الموسوعات التربوية، تقول بأن المقصود من التربية توفير البيئة التي تجعل الطفل قادر على إظهار إبداعاته وقدراته وقابلياته. تعالوا نتوقف مع هذه السلسلة من التعاريف ونعلق عليها تعليقا سريعا. التعاريف الأولى كأنما تعطي معيار لقياس مدى تحقيقنا للتربية الصالحة لأبنائنا. يعني مثلا حينما يقول إفلاطون بأن التربية تعني أن تضفي على النفس والجسد كل جمال وكمال، أو أن يقول سبنسر بأن التربية تعني أن يحيا الطفل حياة كاملة، فهذا يعني أن معيار قياس تربية الطفل تعني معيار الكمال والجمال. بمعنى إذا أردت أن أقيم تربيتي لابني ومعرفتي هل أنني أديت الوظيفة التي ينبغي علي تجاه أبنائي، يكون أشوف مقدار تحقيق هذا الطفل وهذا الابن لكامل قابلياته وإبداعاته. بقدر ما حقق من إبداعات وقابليات وقدرات فقد ربيته، وبقدر ما حرمته من إبراز إبداعاته وقابلياته وقدراته فأنا لم أربيه. إذن
فإذا أراد الأب أو الأم أو الأسرة بشكل عام أن تقيم مدى تربيتها لأبنائها فينبغي أن يكون هذا المعيار حاضراً. بقدر ما حقق ابني من إبداعات وكفاءات فقد ربيته بنفس الدرجة، بقدر ما انحرم الابن من إبراز إبداعاته وكفاءاته فأنا لم أربه. إذن كلما كانت التربية أقوى كلما كان الطفل حقق وجوده في الحياة أكثر. فإذن هذا يوقفنا على مؤشر خطير، أننا نحن الآباء ونحن الأسر الذين نوفر قدرة الابن على الحياة. فكلما كانت التربية رصينة وكلما كانت التربية تحقق أهدافها ومبتغاها فقد عاش هذا الابن حياته كاملة. أما إذا كانت التربية قاصرة، تربية فيها خلل فيها إرباك، فمعنى ذلك أنني حرمت ابني من أن يحيا حياته الكاملة، وهذا مؤشر مهين. يعني كما أن من حقك أو من واجبك أن توفر لابنك مقومات الحياة المادية، فكلما وفرت له لقمة العيش استطاع أن يحيا في هذه الحياة، أيضا الجرعة المعنوية والأدوات التي تساعده على تحقيق شخصيته المعنوية هذه حياة من نوع آخر. كثير منا ينجح في توفير سبل الحياة من النوع الأول، لكن الأغلب قد يخفق في توفير سبل الحياة من النوع الثاني. فإذا التربية كلما كانت مقوماتها وأدواتها سليمة كلما جعلت الابن يحيا حياته المعنوية أكثر. فإذا هي قضية حرمان من الحياة وإعطاء فرصة للحياة، لكن أي نمط من الحياة؟ الحياة المعنوية. ثم تعالوا إلى التعريف الأخير الذي يقول بأن التربية تعني توفير البيئة المناسبة حتى يحقق الطفل كامل إبداعاته وقدراته وإمكاناته. هذا أيضا هم يوقفنا على مبدأ تربوي جدا مهم. ما هو؟ كثير منا يتصور بأن التربية تعني توجيه الأوامر وتوجيه الإرشادات للطفل. لا، التربية لا تعني توجيه الأوامر والإرشادات للطفل أبداً. التربية تعني توجيهات الأوامر والإرشادات لأنفسنا نحن المربين، نحن الآباء الأمهات. شلون؟ لأن الطفل متى ما توفرت البيئة التربوية الصالحة له بشكل عفوي تبرز إبداعاته، تبرز قدراته، يبرز خلقه النبيل. الطفل ينفعل بالبيئة الموجودة، الطفل صفحة بيضاء. إذا توفرت له البيئة التي تبرز إمكاناته وقدراته وإبداعاته وخلقه وكل ما من شأنه أن يجعله مهذباً ستبرز إمكاناته وقابلياته وخلقه. أما إذا توفرت بيئة مرتبكة، بيئة لا تساعده على إبراز قدراته وكفاءاته فلن يتمكن من إبرازها. إذن حينما يكون عند الطفل سلوك غير سوي فنحن الذين لم نوفر البيئة الصالحة له، وبالتالي بدل من أن توجه أوامرك لابنك صح هذا السلوك هذا الفعل غير صحيح، لا، وجه الأوامر لنفسك حتى تعدل البيئة التي أوجدتها لابنك داخل البيت. كن على يقين كل سلوك خاطئ يبرز من الابن مصدره سلوك خاطئ من الأسرة، سلوك خاطئ من الأبوين، أسلوب خاطئ من الأسرة، أسلوب خاطئ من الأبوين. فإذا عملية التربية لا تعني أن أوجه الأوامر والإرشادات إلى الابن، لا، تعني أن أوجه الأوامر والإرشادات إلى نفسي كمربي. أراجع أسلوبي، أراجع أدواتي، أراجع كيفية إيجاد البيئة المناسبة في البيت، سأجد أن هناك خلل، وبالتالي ينبغي أن يكون توجيه الأوامر والإرشادات مو لهذا الطفل الذي صدر منه السلوك الخاطئ، لا، توجيه الأوامر والإرشادات إلى نفسي لإصلاح هذه البيئة التي وفرتها في البيت. إذن من خلال هذا الجانب من هذا المحور تعرفنا على حقيقة التربية وماذا تعني التربية. التربية لا تعني إصدار أوامر وتوجيهات وإرشادات وتعنيف وتأنيب كما يتصور كثير من الآباء. إذا أنا أقدم النصح
وأقدم التوجيهات والأوامر في كل يوم فأنا أمارس دوري التربوي على أكمل وجه. لا، التربية تعني أن تراجع نفسك بين حين وآخر، هل وفرت البيئة الصالحة لابني أم لا؟ إذن التربية ليست تقويم لسلوك الطفل بقدر ما هي تقويم لسلوكي أنا المربي، لسلوك الأسرة نفسها، لسلوك الأبوين، لسلوك البيئة المحيطة بهذا الطفل. تعالوا إلى الجانب الثاني. إذن إلى هنا عرفنا المقصود من مفهوم التربية. ماذا نعني بالتربية الإلكترونية؟ شنو المقصود من الفضاء الإلكتروني؟ الفضاء الإلكتروني أيضا المؤرخين لتاريخ ظهور الفضاء الإلكتروني يقولون بأن أول قفزة نوعية حصلت في المسار الإلكتروني كانت عام 1940 حينما اخترع الحاسب الآلي الكمبيوتر، ثم بدأ العلماء يطورون هذه التقنية إلى أن اخترعوا الإنترنت عام 1960، يعني بعد 20 سنة من اختراع الكمبيوتر. وفي عام 1980 ميلادي دخلت الكمبيوترات والحواسب الشخصية إلى البيوت وانتشرت بشكل كبير، وهذا أوجد قفزة اجتماعية لأنه بدأت تدخل إلى البيوت هذه الأجهزة الإلكترونية، وبدأ الإنسان يتماس بشكل مباشر مع الفضاء الإلكتروني والفضاء الرقمي. استمرت هذه الحالة الإلكترونية في النفوذ إلى حياة الناس إلى أن ابتكر ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي. أول صفحة صنعت على شكل موقع تواصل اجتماعي كان عام 1996. بدأت بعض المؤسسات التي تعنى بالفضاء الرقمي تجعل هناك مدونات للأفراد وتتيح لهم أن يجعل كل شخص له ملف شخصي بروفايل معين، فبدأت فكرة وسائل التواصل الاجتماعي تنفذ إلى الفضاء الإلكتروني، إلى أن في عام 1999 نهضت بعض المؤسسات بتطوير هذه الصفحات فأدخلت فيها خدمة إضافة الصور الشخصية، وظهرت بعض المواقع المعروفة ماي سبيس ولينكد، فصار بإمكان أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي أن يرتبطوا بأشخاص آخرين. إذن بدأت القضية عام 1999 إلى 2000، ثم حصلت القفزات النوعية بعد 2000. في عام 2003 بدأت مؤسسة الفيسبوك تمارس إنشاء صفحات في جامعة هارفارد، ثم في عام 2005 برز إلى الوجود الفيسبوك وصارت شبكة في متناول الجميع، مو فقط في متناول طلاب الجامعات، وبدأ الفيسبوك يدخل إلى حياة الناس، ثم تلاه اليوتيوب أيضا في عام 2005، ثم في 2006 صار التويتر أيضا متاح، وبعده تطورت وسائل التواصل الاجتماعي. إذن على مدى 40 سنة صارت هناك قفزة نوعية في الفضاء الإلكتروني. زين، ما الذي حصل من بعد هذا الاستعراض التاريخي السريع؟ أنه حصلت مزاوجة. عرفنا في الجانب الأول أن المقصود من التربية توفير بيئة يتعايش معها الطفل. زين، الأسرة توفر بيئة سواء صالحة أو غير صالحة داخل البيت يتعايش معها الطفل. الآن دخل إلى البيت عنصر جديد، دخل الفضاء الإلكتروني، دخل الكمبيوتر، دخلت وسائل التواصل الاجتماعي، فإذا أصبحت التربية لها تماس وتزاوج مع الفضاء الإلكتروني، فتولدت عندنا ما يعرف بالتربية الإلكترونية. التربية تعني توفير البيئة. طيب، هذه البيئة دخل إليها فضاء إلكتروني، فأصبحنا قهرا نمارس دور التربية الإلكترونية شئنا أم أبينا. الفضاء الإلكتروني والفضاء الرقمي دخل إلى بيوتنا وغزا البيئات التي يتعايش معها الأطفال، فتحقق قهرا هذا النوع من التربية. إذن مفهوم التربية الإلكترونية ليس مفهوما نحن أوجدناه، وإنما مفهوم هو فرض نفسه علينا، بحيث اليوم صارت البيئة الرقمية والبيئة الإلكترونية تمارس دورا كبيرا في توجيه الأبناء وفي توجيه الأطفال. إذن هناك تربية إلكترونية دخلت إلى بيوتنا شئنا أم أبينا، فكيف نتعامل معها؟
إذن فمن خلال المحور الأول فهمنا بأن المقصود من التربية الإلكترونية هذه المزاوجة القهرية التي حصلت بين مفهوم التربية من جهة والفضاء الإلكتروني الذي دخل إلى بيوتنا قهراً في العقود الأخيرة. إذن فكل ابن اليوم وكل أسرة اليوم تتماس مع نمط من التربية يوازي التربية التقليدية، يعني كما أن الآب والأسرة توفر أجواء خارج الفضاء الإلكتروني من أجل تهذيب سلوك أبنائها، الفضاء الإلكتروني أيضا يمارس دور التأثير ويوفر بيئة موازية للأبناء، وهم بطبيعة الحال سيتفاعلون مع هذه البيئة. فإذا أغفلت الأسرة هذه المساحة الثانية الفضاء الإلكتروني والتربية الإلكترونية لن تنجح قطعا في تربية أبنائها. ومن هنا كان من الضروري أن نتعرف على الأسس التي نستطيع من خلالها التعامل مع هذا الفضاء الإلكتروني حتى نتقن أساليب التربية الإلكترونية كما نحاول أن نتقن أساليب التربية التقليدية. وهذا ما ينقلنا إلى المحور الثاني، كيف يمكن التعامل مع التربية الإلكترونية؟ ما هي فنون إدارة التربية الإلكترونية؟ هنا نطرح عدة تنبيهات وعدة إضاءات نأخذها من المختصين والباحثين في هذا الشأن. التنبيه الأول ما طرحته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وهو ما يرتبط بالمعايير الصارمة التي تتصل باستعمال الأطفال للأجهزة الذكية والشاشات الذكية. التفتوا إلى هذه القوانين المهمة، لابد أن تكون هذه من البديهيات عندنا، من الأولويات ومن ألفباءات التعامل مع الفضاء الإلكتروني. أول قانون أصدرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الطفل دون سن 18 شهراً يمنع منعاً باتاً أن يتماس مع الأجهزة الذكية والشاشات الذكية. يعني طفل أقل من سنة ونصف لا تعرضه أبداً لهذه الأجهزة الذكية، لأنها تؤثر على قدراته العقلية وقدراته الحسية وعلى نموه. فإذن المسألة تتصل بأصل التكوين، ببنية هذا الطفل الجسدية، ببنيته المشاعرية، ببنيته الإدراكية. القانون الثاني أنهم قالوا من سن الثانية إلى الخمس سنوات يسمح للطفل كحد أقصى بأن يتعامل مع الأجهزة الذكية ساعة واحدة في اليوم فقط لا تزيد. وبالتالي نراجع حساباتنا. القانون الثالث أنه ما فوق السادسة يسمح له بالتعامل مع الأجهزة الذكية كحد أقصى ساعتين يومية. إذن هذه لوائح تنظيمية مهمة، كما نأخذ اللوائح التنظيمية المرتبطة بالتربية الصحية والتربية الطبية والتربية الاجتماعية، هذه أيضا من اللوائح المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها. أنت ما تقدر تفرط في جرعات التطعيم لابنك لأنها ترتبط بحالته الجسدية بحالته الصحية. جدول التطعيمات ما يتخلف الأسر عن كذلك مثل هذه القوانين الصارمة المرتبطة بجانب الفضاء الإلكتروني ينبغي أن نتعامل معها بهذه الصرامة. التنبيه الثاني وهو تنبيه مهم يرتبط بمعايير التأثير في الفضاء الإلكتروني على سلوك الأبناء. شلون نعرف أن الابن صار مدمن لوسائل التواصل الاجتماعي وللأجهزة الذكية أم لا؟ هنا تطرح باحثة اسمها سارة دومروف في جامعة ميتشيغان، مركز التنمية الأسرية في جامعة ميتشيغان، بحثت طرحا جميلا حول كيفية التعرف على إدمان الطفل على الأجهزة الذكية. كتبت هذا المقال باللغة الإنجليزية، ترجمه الأخ الباحث الأستاذ عدنان الحاجي في كتابه الصادر العام الماضي،
وبينت الدراسة بأننا إذا أردنا أن نتعرف على إدمان أطفالنا على الأجهزة الذكية لا ينبغي أن نركز على عدد الساعات التي يبذلها الطفل مع الأجهزة الذكية، لا، ينبغي أن نركز على كيفية تعامل الابن مع الأجهزة الذكية. شلون؟ تقول كثير من الآباء إذا أرادوا أن يعرفوا أن ابنهم مدمن على وسائل على الأجهزة الذكية أم لا، يشوفون كم عدد الساعات التي يقضيها أمام الأجهزة الذكية والشاشات الذكية. يقول لا، هذا تقييم خاطئ. إذا أردت أن تعرف إدمان ابنك مو تلاحظ الكم، لاحظ كيف يتعامل مع الأجهزة الذكية، وتعطي مؤشرات عديدة. المؤشر الأول تقول لاحظ الابن هل إذا مر بموقف سيء أو بيوم دراسي سيء ورجع إلى البيت يلجأ إليك أو يلجأ إلى الجهاز؟ إذا كان الابن من يمر بموقف سيء يروح يبحث عن جهازه، ما يجي يشكي إلى أمه، ما يجي يشكي إلى أبيه، فهذا الابن معناها أصبح في مسار الإدمان على الأجهزة الذكية. لماذا؟ لأنه يعتبر الجهاز الذكي هو الحاضن له، هو الدفء الذي يلجأ إليه، فإذا ابنك بدأ ينسرق من أحضانك إلى أحضان الأجهزة الذكية. المؤشر الثاني تقول حاول أن تبعد الجهاز الذكي عن ابنك، تبعد الآيباد أو الآيفون وشوف سلوك الابن. إذا كان مهووس بالتفكير حول هذا الجهاز بحيث ما تقدر تشغل بشيء، دائما فكره حول استعادة الجهاز، وين حطيت الجهاز ماما، وين أخفيتموه عني، إذا كان دائما يفكر في استعادة الجهاز فمعناه أنه نشأت علقة قوية بينه وبين هذا الجهاز، وهذا أيضا مؤشر إدمان، مؤشر أن الطفل سرق منك، صارت علاقته العاطفية مع هذا الجهاز أقوى من علاقته العاطفية معك، لأنك تريد الجذب إليك، هو كل تفكيره في ذاك الجهاز. المؤشر الثالث أنه هل ابنك إذا أخفيت عنه الجهاز يتحايل لأجل الوصول إليه، كأنك أخفيت عنه صديقاً، هذا هم مؤشر ثالث. إذن هذه مؤشرات سلوكية تطرحها هذه الباحثة. في المقابل هناك أيضاً مؤشرات طبية، وهذا ينبغي أيضاً أن يلتفت له الآباء والأمهات. من علامات إدمان الطفل على الأجهزة الذكية السمنة، إذا شفت الطفل تزداد سمنته وما أكو تغير في نظامه الغذائي، معناه هناك خلل يرتبط بهذه الأجهزة الذكية، يعني حركته قليلة فأصبحت السعرات الحرارية لا تتلف، وبالتالي ساعد هذا على السمنة. إذا وجدت الابن قل تركيزه وقلت حركته المفرطة، هذا هم مؤشر طبي آخر على أن الابن أصبح مدمن على وسائل على الأجهزة الذكية. شوفه يعيش حالة من الانطواء، حالة من قلة الحركة، مو هذا الطفل العادي اللي دائما يتنقل ويروح ويجي، إذن هذا مؤشر أيضا خطير. المؤشر الثالث أن الإفراط في استعمال الأجهزة الذكية تفقد الطفل المهارات الاجتماعية، شوفه ما يعرف يتعامل مع أصدقائه، إما عنده عنف وتنمر أو عنده انطواء وابتعاد، ما قادر يتعايش مع أترابه. إذن فهذا هم مؤشر سلوكي وجسدي في آن واحد يكشف عن أن هذا الابن هو في مسار الإدمان على وسائل أو على الأجهزة الذكية. تعالوا إلى التنبيه الثالث. التنبيه الثالث هم تطرحه باحثة جوسلين برور في جامعة أمريكية، أجرت أيضا دراسة على مجموعة كبيرة من الأطفال ووصلت إلى النتيجة التالية. التفتوا إلى هذه النتيجة المهمة، تقول أن المهم
في تأثير الفضاء الرقمي والفضاء الإلكتروني هو العامل الكيفي للعامل الكمي. شلون؟ تفتوا إلى هذه اللفتة المهمة. طبعاً هذه طبيبة نفس ومختصة في التغذية الرقمية، يعني التغذية الإلكترونية، تقول بأن الفضاء الرقمي والفضاء الإلكتروني وما يقدمه من معلومات ومعارف للأبناء يشابه تماماً الغذاء والطعام. أنت شلون تتعامل مع الغذاء والطعام؟ تقول الآن الثقافة المرتبطة بعلوم الأغذية تقول لك لا تركز على كمية الطعام وإنما ركز على كيف الطعام. مثلاً تقول الإنسان الذي يريد أن يحافظ على توازن بدنه وما يصير ذا سمنة مفرطة، يشوف السعرات الحرارية في هذا الطعام كم قدرها، وهذا يرتبط بنوع الطعام وليس بكمية. تقول قطعة من الشوكولاتة صغيرة فيها من السعرات الحرارية ما يفوق كمية كبيرة من الطعام من نبات مثلا. تقول كذلك فيما يرتبط بالفضاء الإلكتروني والفضاء رقمي لابد تلاحظ الجرعة التي يأخذها الابن من المعلومات التي تصل إليه عبر الفضاء الإلكتروني. فإذا لا تركز على كم المعلومات التي يأخذها وإنما ركز على كيف المعلومات. بمعنى قد تكون ساعة واحدة يبذلها هذا الطفل في موقع إلكتروني لا أخلاقي تهدم سلوكيات الطفل في ظرف ساعة، وربما يبذل ساعات كثيرة في مواقع إلكترونية عادية فلا تتأثر سلوكه. كن حريص على أن تراقب المسارات التي يسلكها الابن في الفضاء الرقمي بين فترة وأخرى، لابد أن تكون عندك رقابة. واليوم توجد تطبيقات لمراقبة المواقع التي يرتادها الأطفال، واليوم هناك يعني مؤشرات مخيفة فيما يرتبط بهذا الجانب. أحياناً ينزلق الطفل من حيث يشعر أو لا يشعر إلى المواقع التي تحتوي مواد لا أخلاقية. فإذا لابد أن تكون هناك رقابة، لأنه بحسب هذا التنبيه الذي تذكره هذه الباحثة، المهم هو كمية، مو كمية المعارف التي يأخذها الطفل ولا كمية الساعات التي يقضيها، وإنما صنف المعارف وصنف التغذية التي يأخذها الطفل من وسائل التواصل ومن الشاشات الذكية ومن المواقع الإلكترونية بشكل عام. ولهذا تنصح هذه الدراسة بضرورة أن يمارس الأبناء الآباء بين حين وآخر دور الإرشاد. يعني مو دائما تهمل ابنك خلاص تعطي الجهاز الذكي وتتركه، لا، كل يوم لابد أن تبين له وين المواقع اللي تنفعك، وين المواقع التي تفيدك، تضع كما قلنا ضوابط، تضع رقابة. إذن فهذه التوصية أو هذا التنبيه يؤكد على أن التعامل مع التغذية الرقمية تشابه إلى حد كبير التعامل مع التغذية المادية. شلون تتعامل مع الغذاء حتى لا تدخل في إفراط في السمنة؟ أيضا هنا يجب أن تتعامل مع التغذية الإلكترونية بدقة. شوف شنو الأصناف التي لا تضر في محتواها بسلوك الابن، وهذا يحتاج أحيانا إلى استشارة. يعني تأثير الألعاب على سلوكيات الأبناء نحتاج أن نرجع إلى علماء الاجتماع، علماء النفس والاستشاريين الأسريين، شنو الكمية المناسبة وشنو أنماط الألعاب المناسبة التي لا تؤثر على سلوكيات الأبناء. هناك بعض الألعاب ربما كل أسرة تدرك مخاطرها، الألعاب التي تتضمن عنف، لكن مو القضية فقط مرتبطة بهذا الجانب، لا، أيضا أصناف الألعاب الأخرى غير العنيفة، كل نوع من هذه الألعاب يندرج في مسار نفسي ومسار سلوكي معين. أرجع إلى الأخصائيين وأستشيرهم
شنو الألعاب التي تنمي القدرات الفكرية لابني؟ شنو الألعاب التي تنمي القدرات الإبداعية لابني؟ شنو الألعاب التي تنمي المهارات والمواهب لابني؟ وأخلي هذا المستشار الأسري أو الاجتماعي يرشدني إلى التطبيقات التي تنفع حتى أستثمر هذه الساعات التي سيقضيها الابن قطعاً وقهراً في هذا الفضاء الإلكتروني في أمور تعود عليه بالنافع. تنبيه الرابع، وهذا أيضاً تنبيه ذكرته مؤسسة أكسفورد بالتعاون مع جامعة بريطانية في كارديف. هذا التنبيه أجروا فيه دراسة على 20,000 رب أسرة ووصلوا إلى النتيجة التالية، وهذا في الواقع يصحح مفهوم جدا مهم عندنا. النتيجة التي وصلت إليها هذه الدراسة أنه لا ربط بين استعمال الطفل للأجهزة الذكية وحالة الرفاه. كثير من الآباء يتصور إذا ما شرى لابنه جهاز ذكي يعني ما رفه ابنه، وراح يشعر الابن بأن أصحابه أكثر رفاهية من لا. هذه الدراسة تقول لا ربط للأجهزة الذكية بتصور الطفل عن الرفاه. المصدر المهم في تصور الطفل حول الرفاهية عناية الأبوين به. إذا الآباء والأمهات يعتنون بالابن، كل يوم يأخذونه إلى محل الألعاب، كل يوم يطلعون ابنه إلى مكان، سيشعر الابن بحالة من الدلال والرفاه تضاع تفوق بأضعاف أن توفر له جهازا ذكيا. وهذا مو تصور ساذج، قائم على دراسة. 20,000 رب أسرة دخل في هذه الدراسة ونتيجة أسئلة معينة وسلوكيات معينة وصل هؤلاء الباحثون إلى هذا التصور. إذن هذا يجب أن يصحح مفهوما عندنا. إذا أردت أن أرفه ابني مو يعني أشتري له 3-4 أجهزة ذكية، لا، إذا أردت أرفه ابني يعني أهتم به أكثر وأرعاه أكثر، وقد يكون من مظاهر ترفيهه أن أحرمه من جهاز ذكي. التنبيه الخامس، وهذه أيضا دراسة أجرتها جامعة ميتشيغان في يناير الماضي، يعني ما بعد تكمل السنة. تقول هذه الدراسة بأنهم من خلال طرح استبانات كثيرة على أطفال ما بين سن الرابعة إلى سن 11، وصلوا إلى نتيجة أن الأطفال الذين لا يستعملون الأجهزة الذكية أو يستعملونها بمقادير أقل هم أكثر سعادة من الأطفال الذين يستعملون الأجهزة الذكية بكثرة. فإذا كنت حريص على إشعار ابني بالسعادة وتوفير حالة السعادة له، فيجب أن أوازن مع استعماله للشاشات الذكية. كل ما قللت من استعمالها هذا الابن سيشعر بسعادة وطمأنينة أكثر. زين، تعالوا إلى التنبيه السادس والأخير. هذه هم دراسة أجريت في الشرق الأوسط، فوجدوا أن نسبة النساء المدمنات على الأجهزة الذكية تصل إلى 60% من مجموع النساء، ونسبة المدمنين من الرجال والآباء على الأجهزة الذكية تصل إلى 43% من الرجال. هذا ماذا يعني؟ يعني أن كثير من أسرنا الآباء والأمهات فيها هم مبتلين بإدمان الأجهزة الذكية. فهذا المدمن على الأجهزة الذكية كيف راح يعالج ابنه المبتلى بإدمان الأجهزة الذكية؟ هذا هم مؤشر يجعلنا نعيد حساباتنا ونعيد التدقيق مع سلوكياتنا. وهذه عيدنا إلى أصل كلامنا في المحور الأول، أن جملة كبيرة من القضايا المرتبطة بالتربية تعود إلى سلوكنا. ينبغي أن يكون التوجيه لي قبل أن يكون التوجيه لابني. التربية مو توجيه أوامر إلى الأبناء، توجيه أوامر إلى الذات أولا. وهذا ما يدعونا للحديث في المحور الثالث. ما دام أبنائنا
مبتلين بهذا الأمر، ونحن كآباء وأمهات مبتلين بهذا الأمر. فإذا لا مناص إلا أن نتعلم كيف نوظف هذا الإدمان توظيفا إيجابيا. مرض وابتلي به المجتمع، فلا بد أن يتعلم كيف يتعامل مع هذا المرض بذكاء وفطنة. هنا أيضا يطرح المختصون عدة توصيات وطرق لتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، وأنا أركز على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها المظهر الأبرز للفضاء الرقمي والإلكتروني. هنا عدة طرق يمكن من خلالها توظيف وسائل التواصل الاجتماعي توظيفا إيجابيا، بحيث نجعل من هذه الحالة التي ابتلي بها أبناؤنا، بل وقد ابتلينا بها نحن أيضا، حالة إيجابية نوظفها توظيف إيجابي. يعني كما يقولون اليوم، كيف تجعل من المشكلة فرصة، كيف توظف المصيبة في حالة إيجابية، توظفها توظيف إيجابي، تجعل من المشكلة فرصة للإنجاز، فرصة لتحقيق الأهداف. هنا عدة طرق. الطريق الأول، قالوا بأنه من المهم أن يعمل الآباء أو المربون على إنشاء بيئة رقمية صالحة، وهذا أمر بديهي. لو افترضنا أن وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية فيها بيئة صالحة لتربية الأبناء، فحي الله هذه الوسائل وهذه التطبيقات، لأنها تعلم أبناءنا مبادئهم وتعلم أبناءنا على الارتباط بدينهم. فإذا نهضت ثلة من المجتمع على هذا الشأن، لا ريب أن وسائل التواصل الاجتماعي ستصبح من أدوات التربية ومن أدوات تهذيب السلوك، وهذه في الواقع وظيفة خصوصا للنخب وخصوصا لأصحاب الكفاءات وأصحاب الإبداع. خل شغلك شغل نوعي، بدل ما يكون فقط تفكيري في أن أوجد تطبيقا ذكيا يدر علي الربح، خل عندك نوع من الحس الاجتماعي، سو تطبيقات تعود على الناس بالنفع المعنوي، سو لك تطبيقات ترتبط بشأن ديني، بشأن إسلامي، بشأن خلقي، بشأن تربوي. نحن الآن في موسم عاشوراء، هل عندنا تطبيقات تحاول أن تغذي أبناءنا معارف القضية الحسينية؟ فرصة، ونحن نريد نخدم الحسين سلام الله عليه، يجب أن نخدم أبا عبد الله الحسين أيضا بأساليب تتناسب مع العاصر. فخل ننشئ تطبيقات ذكية ترتبط بعاشوراء، تطبيقات ذكية ترتبط بالمبادئ والقيم الإسلامية، تعلم الابن كيفية الصلاة، تعلم الابن، تعطيه جرعات فقهية، تعلم الابن بعض القضايا المرتبطة بعقيدته. فإذا أول طريق لتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيف التطبيقات الذكية أن نوجد بيئة ذكية مهذبة ومربية لأبنائنا. الطريق الثاني، توظيف أصحاب المنصات الاجتماعية ذوي الحضور القوي. شلون؟ هذا أمر موجود في كل المجتمعات، هناك أشخاص عندهم منصات اجتماعية لهم فيها متابعون كثر، إذا قدرنا نوصل إلى أصحاب هذه المنصات وكانوا أناس صالحين متجاوبين، فبلا إشكال هذا نوع من التحكم الجميل جدا في وسائل التواصل من أجل تهذيب سلوك أبنائنا. خلنا نتواصل مع هذا الشخص اللي عنده نفوذ قوي في وسائل التواصل الاجتماعي ونعقد معاه اتفاق، إما اتفاق أخلاقي اجتماعي، أو حتى إذا استلزم الأمر اتفاقا ماديا، بحيث يغذي منصته الاجتماعية بما من شأنه أن يقوم سلوك الأبناء ويحسن انتمائهم الاجتماعي وانتمائهم العقائدي والديني. مرر هذه الفكرة يا فلان من خلال منصتك الاجتماعية، مرر هذا المبدأ الأخلاقي المهم، مرر هذا التنبيه المهم. ذكرنا قبل ليالي أن نحن مبتلين بمشكلة وتنامي ظاهرة الطلاق،
لو توظف بعض المنصات الاجتماعية في توعية الأسر بخطورة هذه الظاهرة لا ريب ستعود على المجتمع بالنفع الكبير. إذن فالمسار الثاني أو الطريق الثاني هو أن يكون هناك نفوذ إلى أصحاب المنصات الاجتماعية القوية فيمرر من خلالهم أو توفر من خلالهم بيئة تربوية وبيئة تهذيبية صالحة. المسار المكمل إذا افترضنا أن أصحاب المنصات الاجتماعية لا يتجاوبون في هذا الشأن كما هو مع الأسف شأن الأكثر، كل هم الربح المادي، شلون يجعل من منصة الاجتماعية محل لتمرير الدعايات والإعلانات حتى تعود عليه بالأرباح. ما هو الطريق البديل؟ أن نحن ننشئ منصات لأشخاص نثق بهم ونثق بدينهم ونصيرهم أصحاب منصات اجتماعية قوية. شوف لنا شخص في العائلة أو في الحي القريب مأمون السلوك، موثوق المعارف، موثوق الانتماء، وإحنا نسوي له شعبية، إحنا نأمر أبنائنا بأن ينتسبوا إلى منصته الاجتماعية، لكن بهذا القيد أن يكون هناك سابق اتفاق مع هؤلاء الأفراد أن لا ينجرون فيما بعد إلى مصالح شخصية، لابد أن تكون هناك مؤسسة ترعى هذا الشأن. إذن فالطريق الثاني هو توظيف المنصات الاجتماعية. الطريق الثالث وأختم به لأن الوقت سرقنا، الطريق الثالث أن نوظف نقاط القوة في وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية مهارات وإبداعات أبنائنا، وهذا أمر جداً مهم. اليوم مما توفره وسائل التواصل الاجتماعي أنها قادرة على أن تصنع شاب ذا قلم قوي، شاب يصير متحدث لبق، شاب قادر على الإصغاء الجيد. شلون؟ كثير من وسائل التواصل الاجتماعي تعطي القدرة للشاب على تنمية هذه المهارة. إذا كانت عنده صفحة على الفيسبوك وأنا كأب شجعته على أن في كل يوم يومين ينزل مقال، إما مقال أدبي أو مقال فكري أو مقال علمي أو مقال عقائدي، وصرت أشرف عليه وأشجعه في هذا السبيل، بعد مدة من الزمن يتحول هذا الابن إلى كاتب. إذا كان عنده موقع يرتبط بالحديث اللفظي بحيث كل فترة ينزل له مقطع صوتي، أيضا أشجعه على أن يصبح متحدثا لبقا، هذه نمي عنده مهارة الخطابة، مهارة القدرة على الحديث مع الناس. وهكذا كثير من وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على تنمية المهارات. يعني مثلا قيل أن تويتر من أهم المهارات التي يغذي بها الشاب القدرة على الاختصار، القدرة على الإيجاز، وهذه قدرة بلاغية مو هينة. فإذا يمكن توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية المهارات والمواهب عند الأبناء، وهذا هو ما يتناسب مع لغة العصر اليوم. اليوم اللغة التربوية هي اللغة التي تصب في هذا المسار وفي هذا الميدان. فكونوا على يقين أن مثل هذا التصور ومثل هذا المنهج يلتقي مع التوصيات الإسلامية الكبرى في مجال التربية. كل عصر إلى منهج تربوي خاص، وهذا ما نراه في منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ذاك العصر لما كان عصر الشجاعة والبطولة والفروسية وجدنا بيت الحسين يمد واقعة كربلاء بفارس مغوار كعلي الأكبر سلام الله عليه، يجي إلى الإمام الحسين يستأذن من لأجل القتال. تقول الرواية لم يعطه الإمام الحسين الإذن بشكل صريح، وإنما رفع يديه إلى السماء، وبعض الروايات تقول رفع سبابته كالمتوعد: اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنهم برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى رسولك
نظرنا إليه. اللهم اشهد عليهم فإنهم دعونا لينصرونا ثم غدوا علينا يقاتلونا. اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا. كلمات تكشف عن لوعة في قلب الحسين. ثم التفت إلى عمر بن سعد قائلا: يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. فهم الأكبر من أبيه الحسين الإذن فبرز إلى الميدان، قاتل في القوم قتال الأبطال. بينما هو يقاتل يقول بعضهم: كانت ليلى تنظر إلى وجه الحسين فجأة وإذا بها ترى وجه الحسين قد تغير. سيدي أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخشى عليه من بكر بن غانم يحسب بألف فارس. ماذا أصنع سيدي؟ قال: أمضي إلى خيمتك وادعي لولدك، فإن دعاء الأمهات في حق أبنائهن مستجاب. رجعت ليلى إلى الخيمة، أخذت تناجي ربها: يا راد يوسف من مغيبة ليعقوب ومسكن نحيب بالحسين، وش ما بي من مصيبة، أريدك علي سالم تجي. استجاب الله دعاءها. بينما الأكبر يقاتل إذ انفتح درع بكر بن غانم فعاجله شبل الحسين بضربة حيدرية أرداه قتيلا. رجع إلى الحسين وهو يرتجز ويقول: صيد الملوك فهود وأرانب، وإذا برزت فصيد سيدي الأبطال، أبا الجائزة؟ قال له بني: ما تريد؟ ذهب فضة؟ يقل شربة أمي يقل شربة أمي أنا أتروى وارد للميدان يا بويا انفطر كبدي وحقج العطش والشمس والميدان بيج حسين ونحب واكثر نحيب. وقال الماء يا ابني من نجي ما هو كبدي مثل كبدك لهيب. بني علي، أمضي إلى الخيمة فإن أمك في انتظارك. رجع إلى الخيمة فرأى ليلى مغشا عليها، وضع رأسها في حجره. أفاقت من الغشوة فرأت الأكبر في وجهها. بني علي، الحمد لله الذي أرجعك سالما. بني علي، أريد أن أتزود منك، قم وامشي أمامي. أخذ الأكبر يجول في الخيمة، صاحت: تهيب يا بدر سعدي، لما أرد انظر لطولك وضمك ضمة ودا
هاجركم الله ودعته ثم درن النساء حوله، هذه تضمه وتلك تشمه، وآخرة تتعلق بأذياله. لكن بعضهم ها بعض الخطباء يقول بأن الإمام الحسين كان ينظر إلى النساء فلم يتحمل المشهد، فمد يده على ولده وجره إليه واحتضنه، أولي من تلاقى وعند الود مشابق طول لما هو وللقى لا عبن لبيا ولا أبولا. أجركم الله ودع الحسين وانحدر إلى الميدان، أخذ يقاتل في القوم قتال الأبطال، ذكرهم بجده أمير المؤمنين وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي، علوي تموج الخيل من يجبل عليها، لجن الخيل أبو الحملات بيها، ذب هذا وروا هذا لديها، مسابيها ورمحا يلحق الفار. أجركم الله بينما هو يقاتل إذ مر عليه اللعين العبد فشد عليه طعنه بالرمح في خصرته، ثم ضربه بالسيف على رأسه. ماذا صنع الأكبر؟ احتضن الجواد ظنا منه أن يأخذه إلى أبيه الحسين، لكن دماء الأكبر سالت على عيني الجواد فتوجه به إلى موسط الميدان، فدار القوم حوله، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه وآخر يركله برجله، سقط من على جواده، فلما بلغت روحه التراقي نادى أبا حسين أدرك ولدك. جاءه الحسين، يقول بعضهم لم يمهل الحسين نفسه أن ينزل من على الجواد، وإنما رمى بنفسه من الجواد على ولده، فمن جلت الغبرة إلا والحسين جالس على الأرض ورأس الأكبر في حجره وهو يتفكر في ذلك الجسد المقطع وذلك الوجه المدمى وهو يقول على الدنيا العفا بعدك يا علي. انت تسمع يا مؤمنها انه كلما وقع واحد من الاصحاب او من اهل البيت الامام الحسين يحمله بنفسه، الا علي الاكبر نادى يا بني هاشم هلموا واحملوا عليا. تدري لماذا؟ لسببين، لان مصاب الاكبر هد ركن الحسين، ولان الاكبر كان مقطعا بالسيوف
الكسوف. كلما رفع الحسين جانب تناثر الجانب الآخر، جاءوا به إلى الخيمة، جلس الحسين عنده، أخذ يتأمل ذلك الجمال الهاشمي. بيت الدعاء يقول له: جنت عيني جنت عيني يا الأكبر وانطفت عيني يا ضيها يا على دربي جديني، يا زهرة حياتي وزينتي بدنياي، يا روح الروح يلي ما شربت الماي، اي على الدنيا العفا بعدك يا ضياء، فلتذهب الدنيا على الدنيا.